صباح الهنا والسعد، صباح الخير على كل اهلاوي بيتفرج علينا من اي مكان في العالم. اول الشهر النهارده 1/12/2020، يا رب كده يبقى شهر علينا مليء بالاخبار الحلوه والسعاده والنجاحات باذن الله. صباح الخير. صباح الفل، وربنا يسمع منك. يا ان شاء رب. الله ان شاء الله، يعني ربنا يسعد اوقات كل حضراتكم السيدات والساده مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم. اهلا بكم جميعا، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، حلقه جديده بطبيعه الحال معناها مجموعه من الاخبار الجديده في بعض الاحوال كما هو الحال في حلقتنا النهارده. برضو لن تخلو الحلقه من لمحات نوستالجيا لطيفه، ده طبعا الى جانب فقرتنا الحواريه اللي بنستضيف من خلالها يعني اسماء منتقاه بعنايه من خيره الرياضيين او خيره العاملين في الحقل الرياضي بشكل عام. صباح الفل عليك. ده حقيقي، احنا معانا فقرتين النهارده. النوستالجيا هيكون منورنا الاستاذ محمد مصطفى، هو مسؤول وحده الافلام الوثائقيه بالاهلي. الفقره الثانيه الرياضيه معانا نموذج بقى بيجتمع فيه ايه يا كريم؟ بيجتمع فيه الرياضه مع السياسه مع المراه مع الشباب. ايوه صح، اربع نماذج اربع فئات بيجتمعوا مع بعض علشان يدونا اللاعبه الجميله هاديه حسني، هي لاعبه منتخب مصر للريشه الطايره والنائبه خلينا نقول كمان في البرلمان المصري. فنموذج رائع جدا، هي كانت معانا على التليفون تقريبا من اسبوعين ووعدتنا انها هتكون معانا، فهي معانا ان شاء الله النهارده في الفقره الاخيره، فباذن الله تبقى حلقه جميله. وبرده اخبارنا لا يعني تخلو من الاخبار والتوقعات وكمان المداخلات المهمه اللي بتفيد حضراتكم. هنبدا بقى مع بعض النهارده باللي هتقام مباراه الاهلي باذن الله اللي كلنا مستنيينها، والاتحاد السكندري ده اللي هيكون على استاد السويس الساعه 8 مساء في بقى نصف نهائي هنا كاس مصر. ومفروض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره قدم اعلن قائمه الفريق استعدادا بقى لمواجهه الاتحاد السكندري. القائمه زي ما هنقول لحضراتكم كالتالي: رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، مروان محسن، ايمن أشرف، علي لطفي، حسين الشحات، محمد الشناوي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، علي معلول، محمود وحيد، وجيرالدو، محمد هاني، مصطفى شوبير، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، عربي بدر وبدر بنون، وصلاح محسن. طبعا اللي حصل امبارح كالاتي، يعني ده شيء جديد بذكره، وكنا طبعا واثقين ان حضراتكم متابعين الاخبار اول باول. امبارح النادي الاهلي ارسل القائمه الاولى للفريق لاتحاد الكره، طبعا ارسلها يعني لم تشمل ثلاث اسماء بالتحديد: اليوباجي وصالح وصالح جمعه طبعا واحمد الشيخ. طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريقنا النهارده ان شاء الله امام فريق الاتحاد السكندري في نصف نهائي كاس مصر ان شاء الله. من المتوقع ان هي تكون يعني مباراه قويه جدا مع فريق كبير، ولو يعني الناس اللي بتنتمي لنفس الجيل اللي انا بنتمي ليه او اللي اكبر عارفين كويس جدا ان فريق الاتحاد السكندري كان طول عمره من الفرق القويه جدا، وطول عمره كان بينافس في كل البطولات المحليه وكل يعني كل المباريات القويه في ذلك الزمان كانت دايما لا تخلو من اسم الاتحاد السكندري. فان شاء الله من المتوقع ان احنا النهارده نسعد ونستمتع بمباراه قويه، وبطبيعه الحال بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي. طيب خلينا بقى نروح بعد كده لخبر اخر، ومش خبر يعني مفرح اكيد. امبارح رحل واحد من لاعبي الاهلي ومنتخب مصر السابقين، هو الكابتن ميمي عبد الحميد. اصدر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والساده اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي وقطاعات النادي نعي للكابتن ميمي عبد الحميد نجم الاهلي ومنتخب مصر الاسبق اللي توفي امس. طبعا داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، واكيد يلهم أسرته الصبر والسلوان. كابتن ميمي يعني مدافع النادي الأهلي، كان من الجيل الذهبي للنادي الأهلي مع كابتن صالح سليم، عادل هيكل، وطارق سليم. ربنا يصبر أهله ويرحمه يا رب. البقاء لله وخالص التعازي لكل أسرته ولكل ذويه. لو حضراتكم برضو متابعين معانا، احنا الفترة اللي فاتت كذا مرة كنا بنتكلم معاكم عن دوري الوزارات لكرة القدم وأهمية مبادرة الحكومة لدعم الرياضة في مختلف القطاعات وأيضا في مختلف الوزارات. امبارح أقيم نهائي دوري الوزارات بين وزارة النقل ووزارة الثقافة. المباراة والدوري ده بشكل عام طبعا كان بيقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء. خلونا نشوف جزء من مباراة النهائي ومراسم التتويج من خلال هذا التقرير، اتفضل. نجاحه شيء مهم جدا، وبيؤكد يعني دور وزارة الشباب والرياضة على تنوع الرياضة في كل مؤسسات الدولة،
وبيؤكد على يعني توجيه فخامة الرئيس على أن الرياضة شيء مهم جدا، شيء مهم إحنا بنؤديه في المدارس وبنؤديه في الجامعات بالتعاون مع كل الجهات. يعني النهاردة مع القطاعات أو الوزارات يعني كانت بدأناها بتنس طاولة سيدات وكرة، أكيد كرة رجال، أكيد إن شاء الله المرة الجاية هتكون أكتر شوية، لكن بتؤدي الهدف والغرض من الرياضة كرياضة. التواصل المجتمعي ما بين العاملين في الحكومة المصرية بشكل كبير جدا، لما هتشكل فرق احنا كمان هيبقى في تدريبات وفي حاجات هتبقى موجودة ان شاء الله. فعلا ده دوري ناجح بكل المقاييس، بشكر الدكتور أشرف صبحي عليه، بشكر فريق وزارة النقل طبعا اللي رفع راية الوزارة، بنقول ان فريق وزارة النقل حديد زي السكة الحديد بتاعتنا. دوري طبعا الحمد لله منافسة شريفة، منافسة محترمة، بتقول لا للتعصب، عرفنا احنا الوزارات ببعضها، عرفنا بعض في مختلف الوزارات، لان طبعا حضراتكم عارفين العمل داخل الوزارات الدولة بيحتاج مجهود كبير جدا، فكان فرصة ان احنا ناخد نفسنا ونمارس الرياضة بتاعتنا. وطبعا كل الشكر لرعاية لدولة رئيس الوزراء على رعايته هذه البطولة، وكل الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انه دعم البطولة الأولانية دي للوزارات، الكرة الخماسية للوزارات. طبعا كل الشكر، وزي ما وعدنا معالي الوزير من أول ما تعليمات البطولة جت وكلفنا بالفرقة ان احنا ان شاء الله نعزمه في المباراة النهائية، وعزمنا سيادة الفريق كامل في الوزارة في المباراة النهائية، والحمد لله رفعنا الكاس. وبنقول لزمايلنا اللي كانوا قدامنا وزارة الثقافة هارد لك، وإن شاء الله يعني نقابلكم في مباريات تانية بإذن الله، وربنا يوفقهم بإذن الله. الحمد لله الدوري ده فعلا الأول، هو اسمه الأول فعلا، وهو فعلا الأول، بس حاجة بصراحة ما شفناش قبل كده خالص بصراحة. في الافتتاح كنت في الافتتاح هنا برضو، وكان في وزراء وفي رجال دولة كتير، وكان المفتاح 10-10، النهاردة برضو الختام 10-10، ما فيش حاجة فيها غلط. افتتاح ما حصلش، يعني ما بشوفوش في الدوري بره أو دوري عندنا حاجات حلوة، يعني جت حاجات تشرف فعلا. والدكتور أشرف فعلا عامل، وزير الشباب والرياضة عامل طفرة فعلا في الدورة دي. طبعا سعيد بالدعوة من سيادة الوزير طبعا دكتور أشرف صبحي والدكتور أحمد الشيخ، حاجة كويسة طبعا، وحاجة أعتقد أن كرة القدم هي اللي بتجمع الناس، وشيء طيب طبعا أن يبقى في دورة ما بين الوزارات من بعضيها، لأني الناس كلها بتحب كرة القدم، الناس كلها بتستمتع لما بتلعب كرة قدم. فالنهاردة شايفين عدد من الوزراء طبعا كلهم متواجدين بيشجعوا الناس وبيشجعوا الموظفين، والناس تلعب اللعبة اللي هي بتتبسط بيها واللي هي بتشجعها، حاجة إيجابية، لأن هي دي معنى كرة القدم، إن هي بتجمع الناس مش بتفرق الناس. برضه هنرجع نقول اعتقد ان هي يعني لفته جميله جدا او مبادره جميله جدا. بنتكلم في 33 وزاره وديوان بيشاركوا او بيتنافسوا، كان الخماسي كره القدم الخماسي للرجال وتنس الطاوله للسيدات، فروح جميله. الهدف برضه لازم يكون، اي مبادره في الدنيا لازم يكون وراها هدف، فالهدف من هنا كان فكره ان انت تحسن العلاقات وتشبك العلاقات بين الوزارات والعاملين بكل وزاره، وفي نفس الوقت ان انت بتشجع على ممارسه الرياضه، فدي أعتقد حاجة جميلة جدا. وأنا بقى أقترح، معرفش برضو إذا كان ينفع يطبق ولا لا، بس بما أن احنا بنتكلم بهذا المنطق، احنا ممكن بقى يبقى فيه في كل منشأة مثلا حكومية جيم، يعني في كل وزارة يبقى فيه جيم موجود للموظفين، اللي حابب في البريك بتاعته أنه هو ينزل يمارس الرياضة، اللي بعد الشغل عايز، اللي قبل الشغل عايز يمارس الرياضة كده، إلى حد ما أنت بتساعد برضو أو بتسهل الأمور على الموظفين، فربما دي تبقى برضو فكرة كويسة مطروحة. على فكرة ما تستبعديش أن ده ممكن يحصل. أيوة. وعن قريب كمان، لأن طبعا اللي حاصل واللي كلنا شاهدناه ولمسينه بشكل صريح الحقيقه الفتره اللي فاتت، من خلال اولا مبادره القياده السياسيه شخصيا رئيس الجمهوريه المهتم بان كل قطاعات الدوله وكل افراد الشعب وكل المنتمين للوزارات والجهات الحكوميه، يعني اصلا الحدث ده بحد ذاته استثنائي، ما كناش عمرنا بنشوف حاجه زي كده، دوري وزارات. وطبعا واضح جدا من خلال حفل الختام، وزي ما سمعنا كمان ان حفل الافتتاح ما كانش يقل رقي وشياكه عن اللي احنا شفناه من خلال التقرير اللي فات. طبعا حاجه جميله جدا فكره ممارسه الرياضه، وزي ما انت بتقولي توطيد العلاقات بين الوزارات بالزبط. يعني المنظومة على بعضها حلوة الحقيقة، حاجة تفرح يعني.
طبعا بقى احنا بنتكلم عن الطقس وبقالنا كام يوم كده بنشوف الصبح الجو الى حد ما بيكون دافي لكن بيكون شديد البروده خلاص ليلا. احنا شهر 12 فده طبيعي يعني ان الشتاء بقى يعني الحمد لله يكون دخل. بنتكلم القاهره ويمكن كمان السويس بالليل 13 فكده اكيد احنا خلاص شتاء فاكيد لازم ناخد بالنا. بس نعرف برده كده تفاصيل اكتر من دكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يا دكتور صباح الخير على حضرتك في البدايه. اهلا بحضراتكم وكل الساده المشاهدين اهلا بيكم. اهلا بحضرتك وفي الاول طبعا مبروك علينا جميعا وانا عارفه ان حضرتك اهلاوي برده وتاني حاجه عايزه بقى اطمن الناس النهارده الجو ايه؟ هل في امطار يعني؟ برده خلينا نعرف تفاصيل من حضرتك اكتر ونهتم كمان بالسويس عشان الماتش. اتفضل يا دكتور. طبعا في البدايه احب ابارك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي الكبير العظيم ببطوله افريقيا المره التاسعه وان شاء الله عقبال العشرة وال11 وال12 باذن الله. طبعا احنا بنطمن كل الجمهور المتابع مباريات الاهلي في السويس النهارده. الاجواء مستقره تماما خلال فترات النهار وفترات الليل، ما فيش فرص سقوط امطار ولا حاجه، الجو مستقر وخريفي ممتع جدا على مدار اليوم، ولكن فترات الليل ما فيش كلام درجات الحراره تنخفض وكلنا بنشهد هذه الانخفاضات في درجات الحراره على اغلب مدن ومحافظات الجمهوريه. درجات الحراره تتراوح من 13 ل 14 درجه مئويه في مدن القناه وبالتحديد في السويس. فطبعا اللي بيكون موجود هناك واللي راجع متاخر هيحاول بقدر الامكان ارتداء الملابس الشتويه، وحتى الاطفال يجب عليهم ارتداء ملابس شتويه لمصطحب اطفال معاه، ارتداء ملابس شتويه في هذه الاوقات لعدم الاصابه طبعا بنزلات البرد وتشابه اعراضها مع اعراض كورونا. فبنحاول على قد ما نقدر نبعد عن نزلات البرد خلال هذه الفتره. احنا لما بنجح بنقلق والله العظيم طبعا بقينا يعني اللي بيعطس دلوقتي نسبه الرغبه الصلبه مش كويسه والله. في اوقات بالواحد بيبقى عايز يكح وبيمسك نفسه فين ايام يا دكتور لما كان الواحد يعطس فاللي جنبك يقول لك يرحمكم الله، دلوقتي ما حد بيعطس يتقال لك روح يا شيخ وحاجات زي كده. فيعني ربنا يعفي عننا يا رب جميعا ان شاء الله. امين يا رب. اتفضل يا فندم. المره اللي فاتت يا دكتور لما كنت حضرتك معانا بعدها تقريبا بساعتين بعد المكالمه وبعد انتهاء البرنامج كان في بقى السيول اللي حصلت والجو بصراحه انا كان عاجبني يعني، بس طمنا هل هيحصل حاجه زي كده النهارده والايام اللي جايه؟ لا لا ان شاء الله الجو النهارده مستقر والايام اللي جايه في استقرار. فرص الامطار على السواحل الشماليه كسواء كانت سلوم مطروح اسكندريه رشيد بلطيم مناطق رفح العريش امطار خفيفه خالص الى متوسطه احيانا ولكنها غير مؤثره على كافه الانشطه اليوميه بالنسبه لمدن القناه. زي ما ذكرت لحضرتك ما فيش فرص سقوط امطار في هذه المناطق خالص. الاجواء مستقره، شبوره طبعا موجوده بالليل متاخر بعد الفجر وبتستمر معانا لغايه الساعه 6 7 صباحا. في خاصه على الطرق القريبه من المسطحات المائيه وعلى الطرق الزراعيه، بخلاف كده الاجواء مستقره ودرجات الحراره حول المعدلات زي ما ذكرت. على فكره ده خبر بالنسبه لي حزين. بحب المطر. يعني بالنسبه لي بالعكس انا احب. المره اللي فاتت احنا انبسطنا جدا، ما اعرفش في ناس يعني انا من الناس دي واعتقد كريم برضو، بس على كل حال احنا كويس ان اطمنا منك دكتور محمود. شكرا ليك جدا دكتور محمود شاهين. شكرا يا فندم. صباح الفل على حضرتك وعلى كل الناس الجميله اللي بيتابعونا. خبر في منتهى الحزن ان الاجواء مستقره. كله جاي كله جاي ما تستعجليش، كله جاي ان شاء الله. طيب امبارح كان زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه النادي الاهلي كان عمل لنا الحقيقه معايشه مع يعني من داخل الجيم بالنادي الاهلي مع الفريق الاول لكره السله اثناء ما كانوا بيتدربوا وبيعملوا تمرينات اللياقه داخل الجيم. اتكلمنا معاهم عن طبعا هما اكيد بطبيعه الحال زي كل الناس بيتابعوا طبعا يعني مباريات كره القدم فيما يتعلق بفريقنا النادي الاهلي. اتكلمنا معاهم عن نهائي دوري ابطال افريقيا وعن اهميه هذا التتويج لفريق كره القدم، وكمان فيما يتعلق بكره السله اتكلمنا معاهم عن الاستعداد للمواجهه المقبله امام الزمالك ان شاء الله في دور الثمانيه واهدافهم ايه في الموسم الجديد. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل كلام. مبارك للنادي الاهلي، مبارك لنفسنا ولجمهورنا والاعضاء النادي والمجلس اداره النادي. كان عندنا ثقه كبيره ان الفرقه هتكسب، وده اللي خليني بصراحه كنت مضايق قوي من الاهلاويه اللي قبل المباراه كانوا شايفين ان كفه الزمالك ارجح. يعني بصراحه بقول لهم عيب عليكم، يعني النادي الاهلي دايما لو في نقص عددي لو في نقص فني لو في اي مشاكل في الفرقه روح النادي الاهلي بتعوض كل ده. كنت عندنا يعني كنا عندنا ثقه كبيره في رجالتنا ان احنا مش هنفوت البطوله دي وهيفرحوا جمهور النادي الاهلي، وقد كان الحمد لله. طبعا احنا شفنا الماتش كمشجعين مش لعيبه، طبعا انت عارف البطوله دي غايبه عن النادي الاهلي بقى لها 7 سنين. فاحنا كان بالنسبه لنا صراحه كان مهمه جدا ان احنا كنا كنادي كلعيبه ومشجعين وكل مسؤولين في النادي
والحمد لله يعني الماتش كان صعب طبعا، بس الحمد لله قدرنا في الاخر يعني نحسمه طبعا. الحمد لله طبعا دي بطوله مهمه جدا للنادي، كفايه ان هي فرحت جمهور النادي الاهلي يعني. الحمد لله يعني فوز النادي الاهلي ببطوله افريقيا اكيد احساس بالفخر لكل الناس، اكيد كنا مبسوطين جدا بالفوز ده، سعاده غير يعني لا توصف فعلا. بطوله غاليه على النادي الاهلي وجماهيره، بطوله بقى لها 6-7 سنين ما دخلتش النادي، فاكيد ليها طعم في طعم مختلف. والله احنا معانا مجموعه من اللعيبه اللي هي المتبقيه من غير لعيبه المنتخب، بس للاسف عندنا ابراهيم الجمال وحاتم البحيري كان عندهم كورونا، سيف سمير معزولين بقى لهم اسبوعين، وبقيه الفرقه تمام الحمد لله، كله بيتمرن مدعمين بمجموعه من الناشئين غير الناشئين طبعا اللي مع منتخب ال 18 سنه. المعسكر بدا يعني كان فيه احمال بدنيه في اول فتره الاعداد، دلوقتي مزيج يعني ما بين الاحمال البدنيه والشغل الفني التكتيكي يعني بتاع كابتن اشرف، والحمد لله المجموعه اللي معانا واصله لفورمه كويسه، هيجي لها ان شاء الله لعيبه المنتخب، هيكون يعني جايين من فورمه عاليه لانهم جايين من ماتشات، وهنكمل ان شاء الله الاستعداد. هم خلصوا المنتخب امبارح، هيلتزموا معانا خلال يومين، هنديهم يومين ثلاثه راحه، وان شاء الله يعني هنكون جاهزين لماتش الزمالك ان شاء الله يوم 17 باذن الله. احنا اتمرن على فترتين دلوقتي الصبح وبالليل، عندنا ماتش مع الزمالك في دور الثمانيه الدوري المرتبط كمان بالظبط حوالي 16 يوم، فطبعا احنا لازم بنعلي الحمل دلوقتي عشان كل اول بس لعيبه المنتخب اول ما ترجع كمان خمس ست ايام نبتدي بقى ننتظم، يبقى اول مره نتجمع مع بعض الفرقه كلعيبه كامله يعني. فدينا ماشيين واحده واحده كده باذن الله عشان خطوه خطوه لغايه ماتش الزمالك، ماتش مهم جدا طبعا. يعني ربنا يكرم الفترة الجاية بإذن الله. التدريبات بتبقى الصبح وبالليل، الفترة الصباحية دي بنتمرن في الجيم على قد ما بنقدر، بنخلص وبعدين بنشوط، بنحاول نجهز عبال ما الثلاثة في المنتخب عمرو الجندي وإيهاب أمين وعمر طارق ينضموا لينا وإن شاء الله نكمل. إحنا لحد دلوقتي لو يعني أنتوا طبعًا أكيد عارفين عمر يعني من ساعة ما ابتدينا السيزون ما اتجمعناش مع بعض، فإن شاء الله يبقى في فترة كويسة إن إحنا قبل ماتش الزمالك في دوري مرتبط دور الثمانية، ماتش مهم، فريق الزمالك فريق محترم، الماتش مش سهل، فلازم إن شاء الله يعني نجهز له جامد يعني إن شاء الله. يعني كل التوفيق للفريق الأول لكرة السلة، أسامي كبيرة موجودة ونجاحات كتيرة جدا حققوها في الفترة الأخيرة رغم التوقف زي ما بنقوله فترة كورونا اللي الرياضات ولعيبة كتير جدا تأثروا بيها، لكن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي حقيقة قدر إن هو يثبت نفسه بالنتائج. نروح بقى مع حضراتكم بعد كده وخبر برضو حزين إلى حد كبير. امبارح تعرض النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي لإصابة قوية في الرأس، استدعى إجراء هنا 6 غرز بعد لما اتعرض لضربة قوية من لاعب ويست هام خلال المباراة اللي جمعت الفريقين. ده كان في ختام منافسات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي بريمير ليج. تريزيجيه زي ما حضراتكم شايفين يعني نزف دماء كتيرة جدا بعد تعرضه لضربة كانت قوية من لاعب ويست هام، بعدها حصل تريزيجيه بقى على ركلة جزاء لصالح فريق أستون فيلا، لكن أهدرها مهاجم الفريق في الدقيقة 74، وبعدها بقى تم استبدال النجم المصري. يعني نتمنى لك كل الشفاء، والصورة معبرة بصراحة، واضح جدا إن هي ضربة كانت قوية جدا، ربنا يشفي إن شاء الله، ربنا يشفيه عن قريب. وطبعا بكده بيتوقف رصيد أستون فيلا عند النقطة ال 15 ليحتل بالتالي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع ويست هام رصيده للنقطة رقم 17 وأصبح في المركز الخامس. وبشكل عام المتصدر حتى هذه اللحظة هو توتنهام برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الوصيف واللي بيتساوى معاه في نفس عدد النقاط. طيب احنا هنكمل مع حضراتكم، لسه عندنا طبعا اخبار تانية وعندنا موضوعات حابين نتكلم معاكم فيها، ولكن بمجرد العودة من هذا الفاصل عودة مرة اخرى الى 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وقبل ما نكمل بس أخبارنا علشان احنا بنكون حريصين ان احنا برضو نرد على بعض المشاهدين اللي بيبعتولنا على تويتر تحديدا. أستاذ سامي بدر كان باعت بيعزمني أنا وكريم على فرحه، بس هو للأسف فرحه في مطروح، فيعني هو كان كاتب التويتة بالظبط أمنية حياتي ان انتوا تحضروا الفرح، أنا فرحي الأسبوع القادم في مطروح، يا ريت ما تكسفونيش. هو مش فكرة أكيد ان احنا نكسف حضرتك، بس مطروح هيكون بعيد جدا إلا لو كريم ساق يعني بينا والله الطريق. يعني مشكلة.
نتشرف مبدئيا مليون مبروك وبالرخاء والبنين وربنا يسعدك ايامك انت والعروسه. بس لو كنت بدرت سيكا يعني كنا في عز الصيف كانت هتبقى الدنيا اهون، اللي في الساحل مثلا اللي في كذا كانت هتبقى الدنيا اقرب. بس طبعا يسعدنا ويشرفنا وبنشكرك على الدعوه الكريمه. طبعا بنشكر حضرتك ونتمنى لك اكيد حياه سعيده، وبنعتذر اكيد لان بس المسافه اكيد بعيده، فان شاء الله بقى لما تخلف نحاول نبارك لك باذن الله. الاسبوع بقى ان شاء الله نتعرف بقى مع حضراتكم على اخر اخبار الفرق الرياضيه والانشطه المختلفه في النادي الاهلي مع مراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، مراسله قناه الاهلي من مقر نادي بالجزيره. هنا بنصبح عليك انا وكريم، وتفضل. صباح الخير يا نهوانت، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد مليان بالتفاؤل والطاقة الإيجابية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هنقل لكم آخر أخبار النادي. الحقيقة أنه في حالة من النشاط داخل النادي، يعني يمكن أنا متواجدة هنا من الساعة 8 صباحا، التدريبات كانت بالفعل بدأت سواء في التنس أو في السباحة، وكمان كان في بعض الأعضاء بيمارسوا رياضة المشي في التراك، وطبعا ده بيدي حالة من النشاط والطاقة في بداية اليوم. نبدأ بقى دلوقتي بأخبار النادي الاجتماعية. الحقيقة أن اللجنة الثقافية تحت إشراف طبعا اللجنة العليا للجان بالتعاون مع الإدارة التنفيذية بتعلن عن استضافة المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة في فروع النادي الثلاثة، وهيكون فيه فعاليات ثقافية زي أنشطة حكي، أنشطة رسم وأشغال يدوية، أنشطة علمية، وكمان اطلاع داخلي. الاستضافة هتكون في الثلاث فروع بتوع النادي. يوم 4/12 هيكون في فرع الشيخ زايد، يوم 11/12 هيكون في فرع مدينة نصر، ويوم 18/12 هيكون في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الحقيقة أنه أكيد هيكون يوم مميز ومفيد طبعا ثقافيا، فبنتمنى من كل الأعضاء أن هم يشاركوا فيه. ننتقل بقى دلوقتي لأخبار الفرق الرياضية، ونبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا النهاردة عندهم مباراة أمام نادي الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كاس مصر. المباراة هتكون الساعة 8 مساء في السويس. امبارح طبعا كان أنهى الفريق تدريباته ودخل في معسكر استعدادا لمباراة النهاردة، وكمان كان أعلن مستر بيتسو موسيماني عن قائمة الفريق اللي الحقيقة كان بيزينها لاعبنا المستجد بدر بنون، طبعا بجانب كل لاعبينا المميزين. بنتمنى لهم التوفيق في مباراة النهاردة، وان هم يفوزوا على نادي الاتحاد ويقدروا يتأهلوا للمباراة النهائية. نروح بقى لأخبار فرق الألعاب الأخرى، ونبدأ بالانتصارات كالعادة. الحقيقة أنه فريق ناشئي الجمباز قدر يحصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية، ويحصل على 41 ميدالية ذهبية. طبعا ده بعد ما قدر يحصل ناشئي بنين فريق الجمباز تحت 7 سنوات على 20 ميدالية ذهبية، وقدر يحصل فريق ناشئي الأهلي تحت 8 سنين على 21 ميدالية ذهبية، عشان يبقى المجموعة 41 ميدالية ويحصلوا على المركز الأول. وكالعادة يضعوا النادي الأهلي في المقدمة. طبعا ببارك لهم وببارك للجهاز الفني، وبنتمنى لهم المزيد من التفوق والتألق. ننتقل بقى دلوقتي للعبة كرة الطائرة. الحقيقة أن فريق كرة الطائرة رجال بيستعد جيد جدا للموسم الجديد. يمكن هم بيتمرنوا عفوا على فترتين يوميا، وكمان بيعملوا مباريات ودية، يعني يمكن قابلوا نادي الاتحاد وكمان نادي الداخلية، ولسه هيواجهوا كمان أندية أكتر. طبعا كل ده استعدادا للموسم الجديد. والحقيقة أن كمان لاعبنا المميز عبدالله عبد السلام كان صرح للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن هم بيلعبوا بس للحصول على المركز الأول، وأن بالنسبة للفريق المركز الثاني زي المركز الأخير. كمان هم بيوعدوا جمهور الأهلي أن هم إن شاء الله هيكونوا قادرين على حصول على الجميع البطولات سواء المحلية أو الإقليمية. ده طبعا في ظل أن الفريق عنده عناصر جيدة وبتسمح له بالحصول على المركز الأول، وكمان طبعا بقيادة كابتن محمد مصلحي المدير الفني للفريق. بنتمنى لهم طبعا هم يحصلوا على جميع البطولات الإقليمية والمحلية، ويحققوا موسم قوي زي ما هم معودينا دايما. دي أخبار النادي، هكون معاكم على مدار الحلقة في مقر النادي بالجزيرة. العودة لكم مرة تانية للستوديو. نشكرك جدا يا هنا على التغطية الرائعة دي، شكرا لك.
تعالوا بقى نكمل جولتنا الصحفية بالتعرف على آخر الأخبار الرياضية في المواقع والصحف المحلية والعربية والعالمية مع الزميلة العزيزة نورهان طمان مراسلة قناة النادي الأهلي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. صباح الخير عليكي وهاتي ما لديك، احنا سامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية، ولكن كمان زي ما عودناكم هنفكركم بأبرز مباريات اليوم. النهاردة طبعا النادي الأهلي هيواجه الاتحاد السكندري في نصف نهائي كاس مصر الساعة 8، والساعة 5 الزمالك هيواجه طلائع الجيش في نصف نهائي كاس مصر أيضا. أما بقى على مستوى دوري أبطال أوروبا، فالساعة 8 إلا 10 لوكوموتيف موسكو هيواجه ريد بولسبرغ النمساوي، وشختار دونتسك هيواجه ريال مدريد الإسباني. الساعة 10 بقى مساء هيكون في يعني العديد من المباريات، أتلتيكو مدريد هيواجه بايرن ميونخ، وبروسيا مونشنج كلادباخ هيواجه إنتر ميلان، وبورتو هيواجه مانشستر سيتي، ومارسيليا هيواجه أولمبياكوس، وليفربول هيواجه أياكس أمستردام، وأخيرا أتلانتا هيواجه ميتيلاند. نروح بقى لأخبارنا، وأول خبر معنا من جريدة اليوم السابع: الجبلية تنتهي من اللائحة الجديدة خلال 10 أيام وتنتظر قرار الفيفا. تسعى اللجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني للانتهاء من التعديلات على لائحة النظام الأساسي خلال العشر أيام المقبلة، وده طبعا لإرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم لانتظار رد فيفا في أمر اللجنة الخماسية في الفترة القادمة، سواء في مد عملهم أو إجراء انتخابات. كمان خلينا نقول أن اليوم السابع ذكر أنه فيفا اقترب من مد عمل اللجنة الخماسية ليناير المقبل، وتقليص عدد اللجنة لثلاث أعضاء لتصبح لجنة ثلاثية وليست خماسية. ومن موقع سوبر كورة: اتحاد اليد يبحث إقامة معسكر للمنتخب في المجر استعدادا للمونديال. يبحث مسؤول اتحاد اليد برئاسة السيد هشام نصر إقامة معسكر خارجي لمنتخب مصر لكرة اليد في المجر، وده طبعا بالتعاون مع سفير المجر هنا في مصر، واستعدادا لمونديال اليد اللي هتستضيفه مصر ان شاء الله في يناير القادم. كمان خلينا نقول انه منتخب مصر لكرة اليد هيدخل النهاردة معسكر داخلي، وده بعد الاطمئنان طبعا على نتائج المسحة الطبية واجراءها للاعبين للتخوفات طبعا تفشي فيروس كورونا. ومن موقع كورة: إنبي يخطف كريم طارق قبل الزمالك والإسماعيلي. نجح مسؤول إنبي في ضم اللاعب كريم طارق لاعب فريق بتروجيت لمدة 3 سنوات، وده بعد ما أبدى نادي الزمالك ونادي الإسماعيلي يعني رغبتهم في ضم اللاعب خلال الأيام الماضية. وكان كابتن حلمي طولان ليه تصريحات خاصة أكد خلالها أنه رغبة اللاعب في الانضمام للفريق البترولي حسمت الأمر، وكمان أكد على إمكانيات اللاعب الفنية الكبيرة اللي هتفيد الفريق البترولي في الفترة القادمة. ومن موقع محتوى بلس: انهمار دماء تريزيجيه خلال حصوله على ضربة جزاء مثيرة. طبعا بنتمنى السلامة لنجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه بعد ما يعني تعرض ل يعني حادث بسيط في مباراة امس، مباراة فريق استون فيلا فريقه امام ويست هام، واللي كانت طبعا في اطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي، واللي تعرض اللاعب فيها ل يعني جرح في رأسه، يعني حصل على إثره في 6 غرز في رأسه، وللأسف زميله يعني واتكينز كان ضيع ركلة الجزاء اللي حصل عليها اللاعب، وانتهت المباراة بخسارة أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد. نتمنى السلامة طبعا لنجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه. وأخيرا من موقع سكاي نيوز: قائد برشلونة التاريخي سيعود والهدف ميسي ودوري الأبطال. أعلن الرئيس السابق لبرشلونة خوان لابورتا عن ترشحه للانتخابات القادمة للفريق أو النادي الكتالوني، وقال أن هدفه في وبرنامجه الانتخابي يمكن أبرز ملامحه هي استمرار طبعا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوف الفريق، بالإضافة إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن الفريق منذ فترة طويلة. وقال كمان أن وضع النادي في الفترة الحالية غير مرضي للفريق طبعا يعني شعب كتالونيا بأكمله، وقال إن هو هيسعى لوضع الفريق في مكانة أفضل في الأيام المقبلة.
دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. نشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة نورهان طمان مراسلة قناة النادي الأهلي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. شكرا جزيلا ليكي ومكملين مع حضراتكم سلسلة أخبارنا، وخصوصا أن الخبر اللي جاي بيتعلق بأسطورة كروية أحد أيقونات كرة القدم العالمية. طيب من كام يوم زي ما كنا بنتابع مع حضراتكم وعرضنا الخبر ده هنا، واكيد ده خبر احزن الملايين، وفاه مارادونا كان عن عمر ناهز هنا 60 عام، كانت نتيجه ازمه قلبيه او ده اللي اتقال وقتها خلال فتره العلاج والنقاهه بعد ما اجريت ليه عمليه جراحيه لازاله بقى تجلط في الدماغ في ده كان تحديدا 3 نوفمبر الماضي. وفاه مارادونا ما عدتش كده عادي، لا كانت مثار لكلام كتير جدا، ناس كتير كانت بتتساءل هل هو قتل خطأ نتيجة العلاج أو الوفاة كانت طبيعية. يعني خليني أقول لحضراتكم كلام كتير كان في مجمله بقى إن قامت الشرطة بتحقيقات وفتشت كمان منزل هنا طبيب مارادونا الخاص، وكانت بتحاول إن هي تجمع إفادات من أقارب مارادونا وفقا لتصريحات مكتب التحقيقات واللي بيحقق في الوفاة والأدوية كمان اللي كان بيتعاطاها. في كل الأحوال إحنا أكيد هنتابع مع حضراتكم الملف ده وعشان نعرف يعني هناك السلطات توصلت لإيه، لأن زي ما بقول لحضراتكم عشاق مارادونا في كل مكان مش قابلين إن الموضوع لو فيه يعني شبهة أو شبهة جناية إن هو يعدي كده. فأعتقد الملف ده طالما اتفتح هيكون فيه إجابات أو حقيقة هتظهر يعني في الأسابيع أو في الأيام القادمة، وإحنا هنتابع أكيد مع حضراتكم في 10 الصبح في الأهلي، لأن الموضوع فعلا برضو أثار على السوشيال ميديا بشكل كبير وعليه علامات استفهام بصراحه، فهنتابع مع حضراتكم. يعني بطبيعه الحال احنا بنتكلم على ايقونه كرويه بالمعنى الحرفي، بنتكلم على ساحر كره القدم، راح على الساحر ولكن بقي سحره، عشاقه طبعا بالملايين في كل مكان في العالم، ولكن بطبيعه الحال اكيد في الارجنتين وفي ايطاليا يعني مارادونا ليه وضع شديد الخصوصيه، وفاته الحقيقه اثرت على ملايين من عشاقه ومن محبيه. هنروح معاكم دلوقتي من خلال التقرير اللي جاي ده لمباراه مهمه جدا وقف فيها اللاعبين، دقيقه احداد قبل مباراه فريق نابولي اللي طبعا يعني الفريق والمدينه بالكامل بتكن لمارادونا قدر مهول من المحبه الحقيقه ان هو عمل معاهم اللي ما اتعملش قبل كده في تاريخهم. يعني بنتكلم على من وجهه نظرهم هم كانوا بيشبهوه بالقديس الحقيقه، يعني كانت محبه مفرطه جدا لمارادونا. وقفوا دقيقه احداد قبل بدايه المباراه ونشوف معاكم ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. طيب نروح بقى لاخر اخبارنا في الفقره الاولى، وهو احتفال لويس هاملتون بلقبه السابع في بطوله العالم لسباق فورمولا 1، ده بعد فوزه بسباق البحرين للجائزه الكبرى. شهد كمان نجاه السائق رومان جروجن بعد انشطار سيارته في السباق يعني، وكان برضه حادث كبير جدا. خلينا من الرياضات العنيفه خلينا نقول طبعا والخطره، ولكن برضه جمهورها كبير جدا، ويمكن السباق اللي بيقام برضه فورمولا 1 في دبي ناس كتير جدا من انحاء العالم يعني بتروحوا او بتحب تحضروا، فهو ليه جمهور، هذه رياضه يعني ليها جمهور كبير جدا، لكن الى حد كبير برضو من الرياضات الخطره بشكل طبعا. ده في ناس يعني بيكتب لها عمر جديد بالمعنى الحرفي زي ما شفنا مع حضراتكم طبعا اللي عربيته بتولع واللي بتنشطر واللي حاجات زي كده، فيعني ربنا يسترها على الكل ان شاء الله. الفقرة الأولى خلصت مع حضراتكم، هنروح بقى فاصل ونرجع لأول فقرة معانا، الفقرة الحوارية اللي هي هتكون مع الأستاذ محمد مصطفى، ونرجع بالنوستالجيا ونتذكر مع حضراتكم كده برضو الذكريات الجميلة الخاصة بالنادي الأهلي. فاصل ونرجع نكمل. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقة النادي الأهلي زي ما هو نادي الانتصارات فبطبيعة الحال هو نادي الفرحة،
نادي الـ 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 الأحداث والفعاليات الفنية المختلفة اللي الحقيقة ليه معاها تاريخ طويل وعريض. احنا هنتكلم معاكم من خلال هذه الفقرة عن أمور نادرة، هنشوف مع حضراتكم من خلال هذه الفقرة صور نادرة وفيديوهات نادرة، ونرجع كده بالزمن لمرحلة العشرينات والثلاثينات وانت طالع، مش كده برضو استاذ محمد؟ احنا منورنا الاستاذ محمد مصطفى، هو مسؤول وحدة الافلام الوثائقية بالنادي الاهلي. صباح الفل على حضرتك، وبنتطلع بقى للفقرة دي اللي هتكون مليانة كنوز من الذكريات. صباح الفل عليك. صباح الورد عليكم. صباح الخير، اهلا بيك، مبسوطينك معانا بقى، يعني كنز النوستالجيا والذكريات فعلا، وعايزين نستفيد ونستغلك في نفس الوقت. استغلي ونرجع بقى، خليني اتكلم، احنا دايما نتكلم عن النجوم لكن عايزين نتكلم بقى عن اكبر مشجعي كمان الاهلي، لان دي حاجه برضو اعتقد الناس تحب تسمع عنها، وبنتكلم هنا عن الشيخ حسن اللي هو كان من زمان من اكبر مشجعي النادي الاهلي. خلينا نعرف كده قصته في البدايه. هو الشيخ حسن اصلا الناس تعرفه اكتر حاليا بانه كان منشد ديني وقارئ القرآن الكريم، ان هو بدأ كده، كان من مواليد الباجور في المنوفية، وكان الشيخ حسن احنا معانا صورته برضو، وكان وهو صغير اصيب بالعمى، وزي اغلب نجوم الاجيال دي كانوا بيطلعوا بالصدفة. ففي احد الموالد غابت الفرقة اللي هتنشد، هو طلع شال الحفل كله. بعدها في افتتاح مدرسة المعلمين كان حاضر وزير التعليم كمال الدين حسين، وطلع أنشد قدامه وتنبأ ليه بمستقبل كبير قوي. كان بيحب النادي الأهلي، وكان دايما يحب يسمع صوت الله يرحمه كابتن علي زيور لما بدأ تعليق في الراديو في الستينات. في الوقت ده كان الشيخ حسن بيروح التلفزيون عشان خاطر يمتحن يبقى منشد ديني ومؤذن، فقابل الأستاذ فهمي عمر وسأله عن تليفون الكابتن علي زيور، وفعلا خد تليفونه واتصل بيه. وكان الأهلي في الوقت ده كان المستوى متراجع شوية، وكنا بنلعب نهائي كاس مصر سنة 66، والشيخ حسن صمم أنه لازم ينزل الملعب قبل الماتش. كابتن علي قديل كان رافض، لكن اللي هو علي زيور سمح له ينزل الماتش. هو كان عايز ينزل يعمل إيه برضه؟ هو كان مبروك. تمام. وكان لانه قبل الماتش كمان سالوه، وكانوا قلقانين جدا ان الاهلي من سنه 62 ما خدش بطولات، احنا بنتكلم 66 4 سنين كتير. فسالوه الاهلي، قال الاهلي هيكسب 1-0 قبل الماتش. فلما الاهلي كسب 1-0 تباركت بيه جميل، واصبح تعويذه زي ما بيقولوا فسوخه، وكان له التفات جميله جدا، لانه ما كان بيروح كل الماتشات وما كانش بيشوف، فكان بيحط راديو ترانزستور على ودانه، وكان دايما حتى مثلا بيكون في هجمه على الاهلي يقول يا منجي، وكانت الجمهور كلها ايه يعني ايه تتفاعل معاه يعني اكيد. وبعدين هو له شويه اغاني ظريفه جدا، كان دايما بيغنيها في المدرجات قبل ما يغنيها كاغنيه موسيقيه. هو بعد كده طبعا احترف الانشاد الديني وترك مجال الهتافات والتشجيع، وكان له حادثه ظريفه جدا مع الرئيس السادات الله يرحمه في احد مش فاكر الواقعه بالظبط كانت احتفاليه كانت ايه، لكنه حضر معاه وكان معاه الشيخ الطبلاوي، وهو كان دمه خفيف، والسادات الله يرحمه كان ابن يعني زي ما بيقولوا كده ابن نكته يعني طبعا. كان فعجبه جدا اسلوب الشيخ حسن، خصوصا انه الافيه عنده عالي قوي، فاداله هديه عصايه الابروس بتاعته وفضلت معاه لغايه ما مات. يمكن في حاجه، الشيخ حسن مات في نوفمبر 2018 من سنتين بس، يعني مؤخرا في الوقت ده كان معاه دايما احنا نعرف يمكن الحاجه دولت الله يرحمها كانت دايما تطلع في المدرجات تشجع النادي الاهلي، اللي هي تقريبا عملت دورها عبلة كامل في الفيلم حاجه زي كده يعني. لا كان في بقى الحاجه عواطف كانت اشد منها كمان، كان دايما مع الشيخ حسن، فده كان الجو اللي هو كان جو الجماهير بتاعه. يمكن لو هنسمع الاغنيه اللي غناها الشيخ حسن للاهلي الشيخ حسن قاسم، هتلاحظ كلها رسائل مش مجرد اغنيه شعبيه، الكلمات نفسها هتشعر فيها رسائل موجهه، رسائل عن تاريخ وقيمه النادي. فده اللي نقدر نتكلمه باختصار شديد عن الشيخ حسن. ألحان ونغمات الزمن الجميل. وعلى فكرة المرحلة الزمنية دي عموما معظم الأغاني واللي تعتبر طبعا معظمها نادر، إن لما كانش كلها يعني تتقال عليها نادرة، مش مطروقة أو مش مسموعة أوي في الفترة اللي احنا فيها، بس كلها أغاني متخدم عليها حلو، يعني كلمات لطيفة، ألحان وتوزيع، وتحس إن فرقة موسيقية كاملة، مفيش استسهال، طرب. طبعا بالظبط.
والله بص اقول لك على حاجه. هو الفتره دي بتاعه الخمسينات والستينات كانت زاخره جدا بالمواهب الادبيه والفنيه، طرب وموسيقى وكتابه وشعر وزجل كل حاجه. صحيح، وكان نجوم كل المجالات اللي حضرتك ذكرتها دي كلهم من مشجعي ومن عشاق النادي الاهلي، ففي اسماء ثقيله كمان. هقول لك على حاجه، هو في تاريخ النادي الاهلي كان عنده حفله سنويه، ودي كان غالبا بتعمل في الاوبرا. اوكي. كان في شهر ابريل. كانت بتتناسب مع مناسبتين، عيد النادي الاهلي في 24 ابريل، ودايما كان شم النسيم، فكانت بتتعمل حفله واحده. لكن هو المثير ان النادي الاهلي، يعني مثلا لما تسمع يوسف وهبي يقول لك ان انا اول مونولوج قلته في حياتي كان عندي 12 سنه. 12 سنه، ولما تسمع مونولوج لما هو قاله وهو كبير، لا مونولوج طفل اللي بيقوله. طيب هو كان مواليد كام؟ 1898. لما ترجع لتاريخ الاهلي تلاقي اول حفلات بدات فعلا 1910 في النادي الاهلي. وكان كان دايما بيتعمل حفله شهريه وندوه اسبوعيه، كان بيعملها فكري بيئه باظه وخد البشاوي بعد كده طبعا. فمثلا هقول لك على حاجه، كان في فريق تمثيل في الاهلي، كان في مين مثلا؟ كان في حسن فايق. طبعا حسن فايق معروف الكوميديان الجميل، الكوميديان الجميل. كان في الممثل الكبير احمد سالم. طبعا احمد سالم كان درس طيران في انجلترا. وكان ممثل لو احنا نفتكره كويس، عمل فيلم الماضي المجهول مع ليلى مراد. وطبعا بعد كده اتجوز مديحة يسري وكريمان، وهو اكتشف كريمان على فكره. اوكي. كاميليا، اسف، اكتشف كاميليا. ده الفنان احمد سالم. الفنان احمد سالم ده كمان حاجه، احمد سالم هو اول واحد في لما افتتحت الاذاعه المصريه قال هنا القاهره. طبعا. وبعد كده هو اللي طلعت حرب كلفه يعمل استوديو مصر. كان ممثل ومخرج. طبعا. كمان كان عندنا برضو في النادي الاهلي عبد الوارث عصر من ضمن فريق التمثيل، بتتكلم في الثلاثينات. وكان في مونولوج فريق تمثيل اللي في النادي، في النادي الاهلي. اوكي. لسه. طب كان عندنا، كان في حد تاني بقى كان بدا حياته مونولوجيست وبقى فنان كبير قوي، مونولوجيست، كان انور وجدي. يا طبعا. انور وجدي بدا مونولوجيست في النادي الاهلي. المعلومه دي جديده علينا. اوكي. وعلى فكره بعد كده كان دايما بيحضر المباريات النادي الاهلي مع ليلى مراد، ومش بس الماتشات، لا ده كان في صور ليه في حمام السباحه بيتابع المسابقات السباحه. أوكي. يعني كان عضو قديم. كان في كمان بقى محمد عبد القدوس. محمد عبد القدوس والد الجد تكام على الكاتب الكبير احسان عبد القدوس. اوكي. وطبعا محمد عبد القدوس كان في له لقطه شهيره قوي في فيلم ليالي الحب مع عبد الحليم حافظ وعمير فريد، اللي هي لقطه اللي كان مليونير اللي غنى له عبد الحليم يا سيدي امرك امرك يا سيدي. اوكي. ده برده كان ده على فكره محمد عبد القدوس كان رئيس فريق التمثيل في النادي الاهلي. ويعني دي من الحاجات حلوه الاغنيه دي، انا فاكراها. طبعا بحبها قوي. في حاجات كتيره كانت في تاريخ النادي الاهلي، يعني مثلا حتى لما جينا بعد كده كانت دايما الست ام كلثوم بتغني في ليله العيد. ودي مش مره ولا اتنين، اغلب الاغاني الدينيه اللي غنتها ام كلثوم كانت في ليله العيد الكبير والصغير في النادي الاهلي. حلو. كان سنويا ليها حفل سنوي او مرتين في النادي الاهلي. عبد الحليم حافظ لما غنى زين النوادي. وغنى في النادي الاهلي اول لقطه، اول اغنيه لما غنى اول مره اغنيه حبيبها كانت في النادي الاهلي. اول مره ليها كانت في النادي. وكان معاه اغنيه انا كل ما اقول التوبه، بس كانت تاني مره يقولها. برضه كانت نجاة الصغيره لما غنت عيون القلب وغنت ايظنوك برضه في النادي الاهلي. كان في ليلى نظمي ودي عملت اغنيه للدوري. وكان محمود شكوكو. طبعا. حاجه تانية بقى، الفنانه الكبيره شاديه. شاديه كان لها وضع مختلف شويه، هي كانت عضو في النادي الاهلي. وساعه ما اول مره كانت في فريق التمثيل وهي صغيره، لما بدات اول تعاقد ليها عشان تبقى ممثله عملوا لها حفله في النادي الاهلي. لشاديه دي بنت النادي الاهلي اللي بقت ممثله. لما جينا في السبعينات كان طب ممكن نطلب طلب؟ اتفضل. قبل ما نخش على السبعينات عشان بس هم بيلحوا، نروح فاصل سريع ونرجع نكمل. فاصل وهنرجع نكمل مع الاستاذ محمد. اتفضل. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، والحديث مستمر مع الاستاذ محمد مصطفى ونوستالجيا الاهلي. لكن قبل ما نستكمل يعني الحديث، خلينا نروح دلوقتي للسويس ومراسلنا العزيز فاروق صلاح. هو دلوقتي موجود في مقر الفرقه وعايزين نعرف منه كده الكواليس هناك وينقل لنا المشهد حي عنده. فاروق صباح الخير، بنصبح عليك انا وكريم في البدايه. صباح
صباح الخير عليك يا نهاوند، صباح الخير عليك يا كريم، يعني كل التحيه وصباح الخير لكل جماهير النادي الاهلي، ودايما صباح الانتصار وصباح بطولات جديده ان شاء الله تضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي. عايزين يعني بص عايزين كده كاننا بالظبط قاعدين معاكم في مقر الاقامه، انقل لنا الكواليس دلوقتي، الفريق الاول بيعملوا ايه بالظبط، اليوم هيمشي ازاي لغايه موعد المباراه. اتفضل يا فاروق. يعني خلينا نهوان داخدك من البدايه، من المران الاخير لفريق النادي الاهلي اللي كان بالامس، وكان حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للمران واجتماعه مع اللاعبين، واكثر من رساله ارسلها الكابتن محمود الخطيب للاعبين، ويعني الكابتن محمود الخطيب شكر اللاعبين واثنى على اداء اللاعبين، لكن الرساله والنقطه المهمه جدا اللي كلنا بنقف عندها طبعا الكابتن محمود الخطيب في كلامه مع اللاعبين لما قال احنا قدرنا في النادي الاهلي ان الاحتفال والفرحه ما بتاخدش مننا وقت كتير، لاننا دايما احنا بنبص لبكره، وبكره معنا ده يعني بطوله جديده وتحدي جديد. النهارده فريق النادي الاهلي في تحدي جديد، في مواجهه امام فريق النادي الاتحاد في الدور نصف النهائي. طبعا بالامس عقب المران الاخير لفريق النادي الاهلي اعلن مستر بيتسو موسيماني عن قائمه تضم 22 لاعب لهذا اللقاء. قائمه بتضم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسه المرمى، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه وبدر بنون وايمن اشرف، علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني وعربي بدر، عمرو السليه، حمدي فتحي، اكرم توفيق، حسين الشحات، جيرالدو، محمد مجدي قفشه، ناصر ماهر، كهربا، مروان محسن، صلاح محسن، وطاهر محمد طاهر. طبعا هنشوف النهارده ان شاء الله ظهور اول وجديد للعناصر المنضمه حديثا للنادي الاهلي، سواء بدر بنون او طاهر محمد طاهر، وايضا عوده ناصر ماهر وصلاح محسن واكرم توفيق من الاعاره. فريق النادي الاهلي كان تحرك بالامس في تمام الساعه 5:30، وصل لمدينه السويس وفي مقر اقامه فريق النادي الاهلي في تمام الساعه 7:30، تناول اللاعبون وجبه الغداء في تمام الساعه 8:30. فريق النادي الاهلي او مقر الفندق اللي بيقيم فيه فريق النادي الاهلي بيبعد عن ملعب المباراه بمسافه 10 دقائق في احد يعني الفنادق المطله على قناه السويس. نقدر نقول او هنتكلم بقى على تفاصيل اليوم النهارده، فريق النادي الاهلي تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 2 ظهرا، المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني هتكون في تمام الساعه 4:30، ثم التحرك هيكون لملعب المباراه في تمام الساعه 6:10. يعني عقب وجبه الافطار زي يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيها نهواند كان انهى فريق النادي الاهلي وجبه الافطار، اجتمع مستر بيتسو موسيماني وجميع افراد الجهاز الفني مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي امصاد وميكيل يانكو مدرب حراس المرمى وكيفن جونسون المدرب العام وايضا موسى ماتابيلا وكابيلو، تناقشوا على المباراه مع الكابتن احمد سليمان محلل الاداء طبعا الوقوف على بعض النقاط الفنيه. ومستر بيتسو موسيماني واحد من المدربين نهواند اللي دايما يعني بيفتح مجال باب الحوار دايما مع افراد الجهاز الفني، يعني جلسه استمرت لاكثر من 15 دقيقه. طبعا حديث مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين او مع افراد الجهاز الفني عن اهميه المباراه واهميه المرحله القادمه، طبعا عندنا تحدي جديد، عندنا بطوله جديده، دي دوافع، وان انا بخلق دوافع جديده وبجدد الدوافع للاعبي النادي الاهلي. ايضا كان الاتحاد المصري لكره القدم اعلن عن طاقم تحكيم هذا اللقاء اللي هيدير هذا اللقاء بقياده محمد معروف حكم الساحه، يعاونوا في هذا اللقاء سمير جمال ومحمود ابو الرجال وحكم رابع عبد العزيز السيد، محمود دسوقي لحكم الفيديو ومساعد حكم فيديو محمد يوسف. انا معاك يا نهاوند لو في اي استفسار او اي تساؤل، او هنتكلم ايضا على غيابات لعيبه النادي الاهلي. طبعا قول لنا يا فاروق لو تعرف برضو موضوع الغيابات، يعني نحب نعرف منك اي تفصيله موجوده عندك، اتفضل. بالظبط يا نهواندي، طبعا النادي الاهلي كان اجرى مسحه يعني اول امس للاعبين، طبعا ثبتت سلبيه مسحه جميع اللاعبين اللي موجودين معانا في القائمه. طبعا وليد سليمان واليو ديانج، بيستمر غياب وليد سليمان واليو ديانج ايضا ومحمد شريف عن هذا اللقاء بعد يعني ايجابيه المسحه، لكن هيتم اخذ مسحه اخرى للاعبين ان شاء الله تطلع المسحه سلبيه، ينضم اللاعبين معاها ان شاء الله لفريق النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. لو هكلمك ايضا عن درجه الحراره الموجوده هنا في مدينه السويس، احد يعني المدن الجميله جدا في جمهوريه مصر العربيه، درجه الحراره دلوقتي بتتراوح ما بين 21 ل 20 درجه مئويه، من المتوقع والمنتظر ان درجه الحراره اثناء المباراه تكون 18 درجه مئويه، الجو مشمس، الجو اكثر من رائع، زي ما قلت لك يا نهاوند ان الفندق بيبعد عن ملعب المباراه
10 دقائق. اتكلم ايضا على كواليس المباراه ومباراه الاهلي والاتحاد واهميه المباراه. طبعا احنا عارفين النادي الاهلي خلاص، النادي الاهلي بطل دوري، بطل دوري ابطال افريقيا، ولكن النادي الاهلي ايضا حريص ان هو يجمع ما بين الثنائيه كاس مصر وبطوله الدوري، خاصه بطوله كاس مصر بطوله يعني بقى لها 3 سنين بعيده عن النادي الاهلي. طبعا مواجهات النادي الاهلي والنادي الاتحاد في كاس مصر، جمعت الاهلي والاتحاد 34 مباراه، الاهلي فاز في 23، النادي الاتحاد فاز في 6 لقاءات والتعادل كان في 5 لقاءات. من الامور المهمه ايضا ان هوندا، انا عايز يعني اكلمك على الاجراءات الاحترازيه، الاجراءات الاحترازيه المتبعه ايضا هنا من اداره الفندق اللي بيقيم فيه فريق النادي الاهلي، تشديد تام على الاجراءات الاحترازيه وعمليه التعقيم المستمره، بجانب النادي الاهلي ايضا بيتولى هذا الامر وبيضيف من عنده موجود عامل بيتولى هذا الامر للتعقيم والاجراءات الاحترازيه. من الامور المهمه جدا اللي احنا بنشيد بيها من خلال هنا موضوع تشديد الاجراءات الاحترازيه واتباع كل وسائل الوقايه، سواء في مكان المطعم اللي بيتناول فيه اللاعبين او غرفه الاجتماعات، كل الامور هنا على مرام. ان شاء الله يا نهاوند ان شاء الله يوم يبقى مهم ومميز لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله يتجاوز النادي الاهلي عقبه فريق الاتحاد، ثم ان شاء الله يصعد ليه المباراه النهائيه لكاس مصر ويكون الفوز حليف النادي ان شاء الله النادي الاهلي، وان شاء الله نجمع ما بين الدوري والكاس. تعودوا باذن الله سالمين ومنتصرين يا فاروق باذن الله، وتغطيتنا كده كده مستمره مع حضراتكم على مدار اليوم. شكرا ليك زميلنا العزيز جدا فاروق صلاح، وتغطيه يعني اكثر حقيقي من رائعه. طيب. انا بس هقول اخر حاجه تعقيب برضو، فعلا الجمله اللي قالها في فكره ان كابتن محمود الخطيب لما تحدث ان احنا بنفرح، بس فعلا الفرح عندنا ما بياخدش وقت طويل، ان احنا بننظر لما بعده، يعني فعلا احنا خلاص يعني فرحنا بما فيه الكفايه، دلوقتي بقى حان الوقت ان احنا نركز في البطولات اللي جايه. كل التوفيق ان شاء الله للفريق الاول كره القدم في الاهلي. نرجع بقى نكمل كلامنا مع استاذ محمد مصطفى، كنا بنتكلم سوا في فاصل سابق عن ان في الزمن ده، الزمن الجميل، كنا بنشوف يعني كبار الاسماء وكبار النجوم والنجمات قاعدين في المدرجات اثناء يعني مباريات مختلفه للنادي الاهلي، وما كانوش يعني بيعملوا زي ما بعض النجوم الحاليين يقول لك بيخفوا انتماءاتهم خوفا من ان هم يفقدوا جزء من الجمهور، دول كانوا بيبقوا حاضرين وبيعلنوا دايما عن دعمهم للنادي الاهلي، واتقل واهم الاسماء في دنيا الغناء والطرب بيبقوا دايما حاضرين. وطبعا برضو التفصيله اللي كنا بنتكلم فيها، فكره ان الشغل الجامد اللي كان معمول في تفصيله الاغاني اللي اتعملت للنادي الاهلي على سبيل الاحتفال، زمن كان مميز جدا. بص، هو الزمن ده كان يمكن بيتميز بحاجات كتير قوي في الناحيه الابداعيه، يعني مثلا لما تسمع الاغنيه تشعر ان حد رايق قوي كتب، وحد رايق برضه لحن، صحيح، وحد رايق كان بيغني، صح، وناس رايقه بتسمع، يعني الدنيا كلها كانت دي من ملامح الزمن كله على فكره. لكن هو في حاجه تخص النادي الاهلي خصوصيه شويه، ظروف نشاه النادي نفسه عملت الاهلي خصوصيه، جعلته مجتمع داخل المجتمع، مجتمع بيشمل كل طبقات الثقافيه، انه يعتبر كان اول نادي شعبي في القاهره. الانديه في القاهره ما كانتش شعبيه في الوقت في التوقيت دوت، يعني كان الترسانه لنادي الورش، كان الزمالك نادي المختلط، كان نادي السكه الحديد، ما كانش لسه نشاه الانديه بالشكل اللي احنا عايشينه دلوقتي. كمان مكان النادي، الطبقه اللي كانت بتبقى موجوده في النادي هي اصلا كانت طبقه طلبه، بقوا حاليا طبقة الوسطى، بقوا فنانين، ادباء، وبشوات. شكرا لك. فريق قران، فريق قران بالظبط كده. الله بصدع على النبي. كنا بنتكلم قبل الفاصل على الفنانه شاديه، الفنانه شاديه صلاح كانت حاله خاصه، لانها كانت هي يمكن كانت اللي احنا اتكلمنا عنهم، كانوا هم انتموا للنادي وهم بقوا ممثلين. هي كانت عامله زي الفنان يوسف وهبي، نشأت من النادي الاهلي، واتعمل لها حفله اول لما مرت اول عقد تمثيل في السبعينات، كانت في ظروف ماليه شويه في النادي الاهلي، فكانت بتتبرع هي بتعمل اغاني علشان دعم النادي الاهلي، ما تاخدش فيها فلوس، وكانت حتى النادي الاهلي اهداها درع النادي. فنانه شادية عملت الكلام ده مرتين ثلاثه في السبعينات. في حاجات برضو بص اقول لك على حاجه، تاريخ الاهلي نفسه كل ما تخش فيه شويه وتشعر انك انت عرفت، تلاقي نفسك عامل نزلت بحر عميق جدا، لا انت عارف توصل اخره تحت، صحيح، ولا عارف تعدي الناحيه الثانيه. في تفاصيل كتير كل يوم، يعني اما تعرف ان الفنان بديع خيري، والد طبعا الفنان المسرحي بديع خيري، اصلا كان مؤلف مسرحي كبير، طبعا طبعا عمل مثلا جميع مسرحيات نجيب الريحاني، وعمل فيلم انتصار الشباب بتاع فريد شوقي،
عمل مونولوج للاهلي، هو كان مؤلف بيتكلم فيه. انت عارف في الوقت ده الاهلي كان هو اللي بدا تمصير الرياضه المصريه. فقال ايه في المونولوج دوت؟ بيقول يعني يمكن هي باللهجه طبعا بالزجل القديم، بيقول هي الرياضه، هي الرياضه ايه قبل ما يتمشي؟ هي او بيسال هي الرياضه قبل ما يتمشي كان في البلد دي اسمها ينذكر، جاهد لوحده وزهزهت بعضشي ولا كانش حد في امرها يفتكر. اما النهارده ان كان مجالها مشي ما يكونش غير الاهلي شيء يتشكر. لانه كان بلاغه واضحه في الكلام، بقى واضح جدا. وطبعا بيتكلم باللهجه زمان برضو كانت اللهجه العاميه والمفردات بعضش يعني بعض الشيء يعني. هو طبعا هي كانت كان ليهم بعض المصطلحات اللي هي مختلفه عن النهارده يعني. فده كان بديع خيري. لكن في واقعه شهيره جدا بقى ويمكن ما خدتش حقها قوي، لما منتخب مصر وصل كاس العالم 34 30ات كان النادي الاهلي استقبل الفريق القومي في احدى عمل له احتفال، وكان بقى عضو فريق التمثيل اللي احنا ما قلناهوش، سليمان بيك نجيب، فنان سليمان نجيب طبعا. فقام قال برضو زجل تاني كان حاجه مختلفه شويه. كان قال في ايه بقى؟ قالوا قبل ما نروحوا كاس العالم بيقول يا ما نفسي هني التتش يوم عن قريب وهو راجع من السفر من جلي شايل كاس العالم واول خطيب يستقبله بتحيته الفلالي، محسوبكم انتوا الكل سليمان نجيب، واهتف وسقف واعمل ابو علي وحلي بقكم بالملبس واجيب مزيكا وارقص كل ما تدق لي. الله. هو طبعا الزجل في الوقت ده كان كده يعني، وهو الزجل كان حاجه مختلفه شويه. كل الفنانين دول بداوا غالبا مونولوجيست، بقول لك يوسف وهبي قال مونولوج اول ما طلع، وكان ما كانش فيه تمثيل غير حاجات، لدرجه حتى ما كانش فيه ممثلات. كان في بعض احيانا تسمع في العش في العقد الثاني اللي هو من 1910 لغايه 1920 كان في بعض الرجال بيقوم بادوار السيدات، لان ما كانش لسه، وكانت البدايه اللي بدات فتحت الباب ده كانت بديعه مصابني، كانت اول ممثله فرقتها الشهيره بالظبط كده. فاللي عايز اقوله في المكان ده انه النادي الاهلي ما كانش مجرد نادي كره قدم. كره القدم دي على فكره ثالث فكره انشاء النادي الاهلي كمكان يسع الطلبه في الرياضه. كان نادي مجتمع ثقافي رياضي فني ادبي في كل حاجه. جميل جدا. بص بقى يعني استاذ محمد الفقره دي خلصت، لكن الحديث عن الاهلي مستمر وما بيخلص، فعايزين حضرتك تنورنا الاسبوع الجاي ونبتدي بقى كمان ممكن نرجع لنشاه النادي الاهلي دي، تبقى جميله كمان الجمهور يعرف ازاي انشئ، ومش فكره بس 1907، احنا عايزين نعرف التاريخ والشخصيات والكواليس وتم بفلوس مين وايه المشاكل اللي كانت بتواجه وقتها يعني اصحاب الفكره اصلا. فايه راي حضرتك نعمل ده الاسبوع الجاي؟ هو لا، هي دي فكره جميله، بس هو المشكله انت عارف حضرتك لما تتكلم عن النشأه بس تفاصيل النشأه باختصار كمان هياخد وقت طويل. هنقسمها يعني، احنا هنقسمها المهم ان احنا نكون مع حضرتك ونستمتع بالفقره دي، لان احنا نورتنا حقيقي النهارده. انا مستمتع معاك والله. شكرا ليك يا استاذ محمد بوجودك معانا، وكلامك شيق كالعاده، وان شاء الله كلام هيستمر الفتره الجايه باذن الله. هنستاذن حضراتكم نطلع فاصل سريع ثم عوده مره ثانيه العشرة الصبح في الاهلي. اتفضل. مرحبا بحضراتكم في اخر فقره، وزي ما كنا كده بنقدم الفقره دي في بدايه الحلقه كنا بنتكلم ان في مزيج هنا رائع جدا بين الرياضه بين السياسه بين المراه وبين الشباب، حاجه جميله جدا ونموذج رائع. خلينا نرحب بالبطله ولا النائبه، بس على كل حال هاديه حسني لاعبه منتخب مصر لريشه الطائره والنائبه البرلمانيه عن دائره شرق الدلتا محافظه الشرقيه. صباح الخير سياده النائبه بقى نقول كده. منورانا. ربنا يخليك. طب احنا فعلا دلوقتي في ورطه يعني، نخطبك بيا كابتن ولا سياده النائبه ولا هنمشي بس يعني عارفين خط سير الحوار هيمشي معاك؟ لا انا هاديه. منوره الدنيا هاديه، سعداء بيكي وبانجازاتك. سهل جدا ان الواحد يستنتج ان انت انسانه طموحه، مش كده برضه؟ دي حقيقه. يعني وبتشتغلي على طموحك ده ازاي؟ تعالي نتعرف اكتر عليكي.
هو انا اي حاجه بحلم بيها يعني بجتهد عشان اوصل لها، حتى لو ما وصلتلهاش ببقى بكتفي ان انا بشرف المحاوله وان انا الطريق للوصول اليها حتى لو ما وصلتش ليها. فانا دايما كده في اي حاجه، حتى في الشغل، في المذاكره، في الرياضه، في اي حاجه. انت ما شاء الله يعني لغايه اللحظه انت محققه انجازات مشرفه جدا، فانت لسه طموحك وقف عند المرحله دي ولا لسه في طموحات تانية؟ لا لسه بقى في حاجات للبلد بقى وللناشئين ان شاء الله. ان شاء الله. بس في البدايه خلينا نقول ان انت تنضمي للجنه الرياضه بمجلس النواب، لان اعتقد هو ده يعني مكانك. يا رب. يعني انا طبعا نفسي، يعني هو اكيد كل حاجه الواحد هيتحط فيها هيخدم بلده يعني ايا كان. انا برضو ممكن يبقى حظي في حاجه مثلا للتعليم او للصحه، اكيد هتعلم فيها. هي بتبقى تكليف يا هاديه ولا انت بتبدي رغبتك في الانضمام للجنه ما، ولا طبقا لخلفيتك بيتم تسكينك في احدى اللجان؟ هو اكيد طبقا للخلفيه، بس احنا بيبقى في رغبات، يعني بيبقى في رغبه اولى ورغبه ثانيه، والواحد بقى وحظه هيجي له في ايه يعني. ان شاء الله اتمنى ان هي تكون لجنه الشباب والرياضه، وبعدها برضو اتمنى ممكن التضامن الاجتماعي وذوي الاعاقه، يعني دي حاجات برضو بتخدم الرياضه. ملفات يعني مهمه. معاكي حق. طيب السؤال برضو علشان الناس تبقى عارفه، انت ما تمش تعيينك، انت انتخبتي. تمام. صح كده. انا نزلت في القائمه الوطنيه من اجل مصر وعن شرق الدلتا محافظه الشرقيه، والحمد لله يعني ان احنا الانتخابات قدرنا. طالما تم انتخابك يبقى انت رشحتي نفسك، ايه اللي خليكي تاخدي الخطوه دي؟ هو انا جالي الترشيح من تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. هي عباره عن يعني مجمعه احزاب كتيره قوي ومستقلين، فانا لما جالي الترشيح ان انا يعني اقدم ورقي وانزل ما ترددتش. انا رغم ان انا عملت الحكايه دي في 2015 بس انا ما نجحتش، كنت في قائمه التحالف الجمهوري، وساعتها قلت انا مش هكرر الموضوع ده تاني يعني. بس سبحان الله المره دي حتى اول ما قلت لبابايا شجعني جدا، مامتي ما كانتش موافقه تماما، هي خايفه عليا يعني، بس بابايا كان بيشجع الموضوع، وقدمت بقى ورقي والحمد لله يعني. يعني يا رب يقدرني بقى ان انا اقدر فعلا اخدم البلد يعني من الموضوع ده ان شاء الله. طيب هنتخيل ان شاء الله ان انت تم ضمك للجنه الرياضه، انت شايفه ايه البنود او القوانين اللي احنا بنتكلم ان هي المفروض تكون موجوده او تطرح علشان نبدا نقول ان المنظومه الرياضيه في مصر بتتحسن؟ احنا يعني مش عايزه ادخل برضو في الديتيلز لان انا ما ذاكرتش القانون كويس قوي، فلازم ان انا اذاكره كويس قوي واعرف بالظبط ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها. بس احنا في حاجات كتيره قوي تنقص الاولمبيين والبارالمبيين والمدربين، يعني انا بحس ان المدربين برضو مهضوم حقهم جدا، واللاعبين يعني احنا كلاعبين منتخب برضو لازم يبقى في حاجات تحمينا، لان الناس كلها مش بتلعب رياضه وبتتعلم. في ناس بتلعب رياضه بس، في ناس بتلعب لمنتخبات بس، فان هو بعد ما يخلص لعب المنتخب وما يبقاش ليه مستقبل فدي مشكله، فلازم حاجه تضمن حقوقهم. فانا ان شاء الله يعني لما يكون لي نصيب ان انا ادخل جوه لجنه الشباب والرياضه اكيد هدرس القانون كويس، وبرده بمساعده برده الدكتور اشرف صبحي اكيد هقعد معاه ويعلمني برده الحاجات الموجوده، واقدر بقى ان انا افكر واعمل ان شاء الله يعني حاجات كويسه موفقه ان شاء الله. طيب تعالي نتكلم بقى عن الرياضه اللي انت محترفه فيها، الريشه الطايره، ينقصها ايه عشان تبقى اكثر جماهيريه وشعبيه، وينقصها ايه عشان يبقى لاعبينا ولاعباتنا في الرياضه دي بالتحديد بينافسوا في كل المحافل الدوليه والعالميه؟ ريشه الطايره طبعا زي ما احنا عارفين هي مش مشهوره في مصر زي ما هي مشهوره في شرق اسيا وفي بلاد بره، هي يمكن بره هي اللعبه الاولى، لكن في مصر هي مش معروفه خالص. انا نفسي عرفتها بالصدفه. فهي ينقصها اولا ان احنا يبقى عندنا معسكرات كتير مع لعيبه من بره، سواء ان احنا اتمرنا معاهم او جبنا يعني سافرنا لهم او جبنا ناس عندنا هنا ان احنا نحتك بيهم كويس قوي. احنا مدربين عندنا كويسين، بس طبعا برضو لما يكون في حد خبره من شرق اسيا سواء برضو جه شوي فتره او احنا رحنا اتمرنا معاه فتره ده بيفيد جدا، لان في لسه فرق في المستوى ما بيننا وما بين اسيا، يمكن اوروبا قربنا لهم قوي بس اسيا احنا لسه في فرق جامد. سلفت كنا سافرنا معسكر في تايلاند، وده يمكن ده كان سبب برضو ان احنا جبنا مرتين ورا بعض انا وضحى هاني اول افريقيا في الزوجي، رغم ان احنا عمرنا ما كنا
اخذنا اول في زوجي البنات، بس ركزنا في المعسكر ده ان احنا نتمرن زوجي، لان الزوجي مختلف تماما عن الفردي. احنا طول عمرنا بنتمرن فردي، يعني انا بتمرن في النادي بتاعي فردي وهي بتتمرن فردي، لكن التكنيكس والتكتيك في الملعب كان مهم قوي ان احنا نروح نتعلمه من بره. زي اي لعبه الاحتكاك الكتير بيعلم خبره وبيحسن قوي، سواء في الداخل او في الخارج يعني. كويس جدا. في بقى اولمبيات طوكيو مفروض قادمه، استعداداتك بقى؟ اولمبيات طوكيو احنا طبعا كان المفروض ان انا اكون خلاص خلصتها من الشهر 8، بس التاجيل طبعا، بس التاجيل وانا كنت مقرره ان انا في شهر 8 هلعب الاولمبيات وخلاص، يعني مش ممكن ابقى العب بس كده يعني انزل اتمرن يومين في الاسبوع او حاجه، لكن الحمد لله ربنا مقدر يعني ان هي تتاجل السنه الجايه وان انا يبقى في سنه زياده كلعب دولي. يعني في شهر 2-3 كان اخر حاجه كنا رحنا بطوله اول انجلند، وقفنا بعدها على مركز 35 على العالم، وده كان حاجه الحمد لله عمرها ما حصلت قبل كده. احنا كنا بنحاول ندخل جوه المية الاول على العالم يعني، فان احنا نوصل في 35 انا وضحى في الزوجي، وفي كمان ضحى وادهم في زوجي المختلط، فده كان انجاز بالنسبه لنا. وكنا المفروض كان ناقص لنا شهر ونص، فيهم اربع بطولات كانوا في شهر 4 ونص شهر 3، ان احنا كنا نلعب فيهم اربع بطولات ونحافظ على مستوانا في التصنيف الدولي ونتاهل لطوكيو 2021. البطولات دي وقفت، المفروض ان هي تستكمل في نفس التوقيت في 2021، فان شاء الله احنا يعني يمكن المنتخب هيتجمع تاني من الاسبوع اللي جاي، وانا وضحى مش موقفين تمرين يعني بنتمرن مع بعض الحمد لله. فنفسنا ان احنا نعمل حاجه مختلفه، ما نبقاش بس تاهيل. طبعا هو تاهيل في حد ذاته ان احنا بنبقى 16 زوجي بس متاهل من العالم كله، ففي حد ذاته ده انجاز ان احنا نتاهل، بس احنا نفسنا وبنحلم باكتر من كده يعني، يا رب ان شاء الله. عايز اسالك على فكره تنظيم الوقت، لان انت بيخيل لي ممكن يبقى عندك مشكله لو انت ما عرفتيش تظبطي نفسك كويس الفتره الجايه ما بين يعني الجزء بقى البرلماني والممارسات البرلمانية وحضور للبرلمان طبعا، وفكرة التدريب بشكل مستمر، فكرة المنافسات، فكرة السفر عشان لو عندك أي لقاءات خارج مصر، ناوي على إيه؟ هل هذه يعني قلقانة من أن يحصل تضارب مثلا في المواعيد في بعض الأحيان؟ هو أنا قلقانة طبعا، بس هو زيادة على كده كمان أن أنا مش هوقف تدريس لأن أنا بدرس في الجامعة. صحيح مش هبقى بروح كل يوم يعني، بس على الأقل فترة التدريس أو اللي عليا أعمله برضو هفضل أعمله. بس أهم حاجة تنظيم الوقت والأولويات، يعني السنة الجاية هتبقى مختلفة عشان فيها طوكيو إن شاء الله، فأكيد هيبقى تركيزي برضو بجانب البرلمان هيبقى على التمرين أكتر من أي حاجة تانية. فأنا نفسي يعني إن أنا اخلص الدكتوراه برضو في اقرب وقت ممكن عشان ابقى مركزه السنه الجايه اكتر في الحاجتين يعني اللي عليا. الزحمه اللي احنا بنتكلم فيها ده في دكتوراه في النص كمان. بس هي الدكتوراه دي انا بديها من 2015 والمفروض كنت ابقى بخلصها السنه دي يعني، بس الحمد لله لسه ما خلصتهاش. ان شاء الله تخلص قريب يا رب ان شاء الله يعني. واللي انا مبسوطه عشانه كمان ان انا بحب التدريس جدا، والحاجة الوحيدة اللي مسموحة ان الواحد يعملها وهو في البرلمان ان هو يقدر ان هو يدرس، يعني كل الناس تاخد تفرغات بس التدريس عادي ان الواحد يعني يدرس. فالحمد لله برضو هو لازم انظم وقتي لان انا مرعوبة يعني، دخلت 2021 كده هي صعبة، بس ان شاء الله تنظيم الوقت وبرضو الناس اللي ورايا وفي ظهري وبيساعدوني هما دول برضو يعني هيبقوا سبب ان شاء الله في نجاحات كتير يا رب ان شاء الله. حلو جدا. هتكلم معاكي معلش شويه في ملف الرياضه، لان احنا عايزين كده وبنامل ان شاء الله ان يكون في تغيير كبير برضو او تحسن. لما نيجي نتكلم عن الرياضه دايما احنا بنربطها بالسياحه، السياحه الرياضيه او الرياضه السياحيه، فكل ده الى حد يعني او في النهايه بيصب في مصلحه مصر او اقتصاد مصر. فبرضو هل لديكي فكر الى حد كبير برضو او الى حد ما ازاي برضو ننمي هذا الملف او ازاي ننمو بهذا الملف؟ ده اعتقد هيفيدنا في المرحله الجايه كويس جدا يعني بعد كورونا وكوفيد 19 لما تنتهي. طبعا احنا اصلا مصر اوريدي بتعمل كده بس في لعبات محدده، يعني مثلا سكواش بيتلعب بطوله الاهرام، والتنس بيتلعب في شرم الشيخ، والتايكوندو برضو عملوا بطوله عالم السنه اللي فاتت برضو في مكان سياحي في مصر.
فانا اول السنه يمكن ابتديت اعمل كده في المول. في المول عملنا بطوله في مول من المولات اللي في مصر، بطوله ريشه، كانت اول بطوله ريشه جوه مول. هي صحيح ما كانتش بطوله جمهوريه او كده، بس كتجربه وبدايه، فدي كانت حاجه كويسه قوي. انا بقى نفسي ان بطوله الاهرام الدوليه ما تبقاش بس للسكواش، فتبقى لجميع الالعاب، يعني يبقى دايما في بطوله دوليه معموله عند الاهرامات، الناس بتنبهر، وده كله اعلان للسياحه المصريه. ما هو ده بالظبط. انا يعني في بلاد ما عندهمش اثار وما عندهمش حاجات، وبيقدروا ان هم يخلقوا اي حاجه يعملوا قدامها بطولات دوليه، فلا احنا عندنا الامكانيات وعندنا كل حاجه، هو بس التنظيم ليها. ومصر فعلا بتعمل ده على نطاق قليل في العاب محدده، فلا ان شاء الله يعني تتعمم تبقى في العاب كتيره. خلاص احنا هنعتمد عليك ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. اني لحظه كانت اكثر سعاده بالنسبه لك؟ هل اللحظه اللي اتكرمت فيها بوسام الجمهوريه من الطبقه الاولى لإنجازاتك ولإسهاماتك الرياضية، ولا اللحظة اللي كنت واقفة فيها قدام السيد رئيس الجمهورية في دورة من دورات مؤتمر الشباب العالمي وألقيتي كلمة ونالت استحسان كل الحضور؟ هل اللحظة اللي عرفت من خلالها أن أنت تم ترشيحك لعضوية مجلس النواب، أو لحظة الفوز بالعضوية؟ يعني أنت عندك لحظات حلوة كتير ما شاء الله، أني الأكثر سعادة على الإطلاق؟ خلينا نقول أن لحظة الترشيح والفوز بمجلس النواب دي كانت لحظة خوف بالنسبة لي، لأن هي حاجة جديدة عليا وحاجة مسؤولية كبيرة قوي. فأنا بالنسبة لي هي ما كانتش فرح على قد ما هي يعني خوف من الفرح يعني. أنا بالنسبة لي كان دايماً رفع علم مصر في المحافل الدولية وفي البطولات، ده كان دي بتبقى أسعد حاجة في حياتي، وكان أحلى عيد ميلاد بالنسبة لي عيد ميلاد 2019 لما كان عندي يعني طلعت اتكلمت قدام سيد الرئيس وكل الوزراء، ودي كان يعني برضو كان أحلى عيد ميلاد يعني بالنسبة لي. وكان هو يعني كانت لحظة أنا مش مصدقة نفسي يعني الحمد لله. بس كل بقى الميداليات اللي انا جبتها وزياده عليها الاولمبيات، اولمبيات بكين 2008 بالذات، لان دي كانت اول اولمبيات ليا، دي برده كان انا ما كنتش مصدقه نفسي ان انا وصلت الاولمبيات، وكان قبل الاولمبيات باسبوعين كنت اخر اسم في البعثه المصريه، وسافرت كنت بموت نفسي في الملعب مش مصدقه ان انا هناك، وكان سني صغير، وكسبت كمان اول ماتش. فبالنسبه لي اللحظه دي كانت يعني ما تتعوضش، لان حتى كان محجوز لي ارجع بعد الماتش الاولاني، يعني انا كان عودتي محجوزه من مصر ان انا ارجع بعد الماتش الاولاني، ما كانش في حد متخيل ان انا ممكن اعدي كمان الراوند الاولاني، فدي كانت لحظه سعاده برضو جدا ان شاء يعني الله المزيد من لحظات الانتصار والفرحه ورفع علم مصر وتشريفك لينا في مجلس النواب. احنا وقتنا للاسف شديد خلص، وبنشكرك شكرا جزيلا وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. والله انا بشكركم جدا، وبشكر طبعا كل الناس اللي ساعدتني ان انا اوصل في اللي انا فيه، اهلي ودكاترتي ومدربيني، يعني في ناس كتيره قوي مش انا لوحدي، ومتهيالي اي حد ناجح بيبقى واقف وراه ناس كتيره قوي طبعا، هم اللي بيوصلوا اللي هو فيه ده الحمد لله. نورتينا هاديه، شكرا ليكي وكل التوفيق، ويا رب كده في المستقبل كمان نشوف وزيره شباب ورياضه سيده، دي تبقى برده نقله جديده وتبقى حاجه اكيد برده كلنا بنتمناها اذا وجد فعلا يعني النموذج ده. الحلقه خلصت النهارده، هنشوفكم انا وكريم بكره ان شاء الله، وحلقه نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي.